واحنا في برنامجنا لغتنا القديمه هنتعلم ازاي نقرا ونفهم الخط الهيروغليفي. شامبليون اول عالم ياكد ان رموز الكتابه الهيروغليفيه هي عباره عن علامات وصور لها اصوات، لكن شامبليون ما كانش اول عالم يحاول فك رموز اللغه المصريه القديمه. سبقوا علماء عرب لفك بعض القيم الصوتيه لعلامات الكتابه الهيروغليفيه، وجاء من بعد علماء توصلوا لان اللغه المصريه القديمه هي اللغه اللي اتكلم بيها اجدادنا منذ استقرارهم على ارض مصر، وإن الكتابة الهيروغليفية بدأت بحوالي 400 علامة، ومع تطورها في الدولة الحديثة وصلت لحوالي 700 علامة، وفي العصر المتأخر اليوناني الروماني وصلت لحوالي 6400 علامة. ولحد النهاردة إحنا لسه بنستخدم كلمات من اللغة المصرية القديمة في حياتنا اليومية بتحمل نفس النطق ونفس المعنى. خطوة نقدر ندخل بها عالم اللغة المصرية القديمة هي إن نتخلى عن الأفكار اللي احنا نعرفها إنها شبه اللغات المتداولة دلوقتي. اللغة المصرية القديمة هي عبارة عن اختزال رموز كتير وأصوات كتير. هنلاقي إن في منها رمز ليه صوت واحد، ورمز ليه صوتين، ورمز ليه ثلاثة. زي هنا F هي رمز ليها صوت واحد، D هي رمز ليها صوتين، وعنخ ليها ثلاث أصوات. كمان عشان المصري القديم يقدر إنه يستخدم اللغة المصرية في تزيين الآثار اللي موجودة قدامنا، هنلاقيه إن هو استخدمها بطريقة إن هو يعملها على اليمين والمقابل بتاعها على الشمال عشان يحقق التوازن. هنحدد اتجاه الكتابة بإن إحنا نبص على الحيوان باصص فين، فهو لو باصص ناحية اليمين فإحنا هنبتدي من الناحية دي، لو باصص ناحية الشمال فإحنا هنبتدي من الناحية دي. كمان المصري القديم علشان يحدد الأسماء أو ألقاب الملك استخدمها جوه خرطوش، هي الدايرة الأبدية اللي بتديه الحياة.